وقت سابق وصل المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري مطلق القحطاني إلى كابول على متن طائرة قطرية. ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر قطري قوله إن زيارة القحطاني تأتي لبحث عدة سبل وقضايا مهمة، منها تشكيل حكومة شاملة واستئناف العمليات في المطار. والطائرة القطرية الجديدة هي الثالثة من نوعها التي تصل إلى العاصمة الأفغانية منذ إتمام انسحاب القوات الأجنبية، حيث تحمل فريقا فنيا للمساعدة في استئناف عمليات الملاحة في المطار في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة، إضافة لمعدات وكميات من المساعدات الإنسانية. تنضم إلينا من الدوحة مراسلة العربي سونيا الوافي. صباح الخير يا سونيا. يعني بعد رعايتها للمباحثات أو المحادثات الأفغانية تلعب قطر اليوم دورا لرعاية المباحثات الدولية في الشأن الأفغاني، حيث يتوافد وزراء خارجية عدة دول إلى قطر للتنسيق السياسي مع حركة طالبان في عدة قضايا أهمها تشغيل مطار كابول. نعم مجد، صباح الخير. تحدثت عن تشغيل مطار كابول وهو النقطة الأهم التي يتحدث عنها كل وزراء الخارجية في معظم الدول الذين زاروا الدوحة مؤخرا، وكذلك محط اهتمام قطر بدرجة أولى في القضية الأفغانية. تشغيل مطار كابول وحرية التنقل أي السماح للأفغان العالقين والذين يريدون مغادرة أفغانستان، وكذلك لرعاية عدة دول ما زالوا موجودين في الأراضي الأفغانية ويريدون المغادرة، السماح لهم بالمغادرة، كذلك حق العودة إلى أفغانستان للأفغان العالقين خارج الدولة. أيضا هناك نقاط أخرى في الواقع، هم أربع نقاط يعني أساسية في جل المباحثات، مثل ما قلنا حركة التنقل، حرية التنقل، كذلك حقوق الإنسان وأهم حقوق الطفل والمرأة الأفغانية التي تواجه مستقبل غامض نوعا ما مبدئيا مع تصريحات حركة طالبان، كذلك تجنب أزمة إنسانية في أفغانستان نظرا لأن منظمة الأمم المتحدة أعلنت على أن الشعب الأفغاني أو ثلث الشعب الأفغاني يواجه مشكلة المجاعة إن لن تتم مساعدته على الأقل في الأسابيع القليلة القادمة. ايضا حريه المشاركه يعني جميع الاطياف في افغانستان في الحكم. ستنظر كل هذه الحكومات وهذه الدول الى افعال حركة طالبان قبل الاعتراف بها. يعني مثلا وزير الخارجية البريطاني قال بأن بريطانيا براغماتية وعقلانية في التعامل مع الموضوع الأفغاني حاليا، فهي لن تحكم على حركة طالبان من خلال أقوالها ووعودها، بل ستنتظر ماذا ستفعل حركة طالبان مستقبلا، هل ستفي بوعودها في جل القضايا وأهمها موضوع مطار كابول ومواصلة عمليات إجلاء أم لا. عندها سيتم الحكم عن الحركة إما بالاعتراف بها أو لا، ولكن معظم الدول لم نقل جلها ستتواصل أو ستواصل التفاوض مع حركة طالبان. طبعا قطر هي الوسيط الحيادي إن صح التعبير بين حركة طالبان وباقي عناصر المجتمع الأفغاني وكذلك الدول الحليفة المهتمة بالشأن الأفغاني. وصل إلى قطر فريق تقني ثاني من أجل القيام بعملية مسح وتقييم لمطار كابول الدولي من أجل النظر في إمكانية إعادة تشغيله بأسرع وقت. قطر ستساعد في هذه العملية بشكل كبير. هناك تركيا أيضا ستقوم بالمساعدة في إعادة تشغيل مطار كابول. تحدثت ماجد في جزء من سؤالك عن توافد وزراء الخارجية إلى الدوحة، جاء وزير الخارجية الألماني ثم وزيرة الخارجية الهولندية، أيضا وزير الخارجية البريطاني مباشرة بعد مساءلته البرلمانية في بريطانيا عن تقاعسه في التعامل مع القضية الأفغانية، توجه إلى الدوحة وقام بلقاء مع أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني، وكذلك مع وزير الخارجية القطري نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، كذلك مؤتمر صحفي أجاب فيه عن معظم الأسئلة
التي تتعلق بتعامل بريطانيا مع القضية الأفغانية. تم نقل السفارة البريطانية من أفغانستان إلى الدوحة، كذلك سيتم نقل السفارة الهولندية بطلب من وزيرة الخارجية الهولندية من أفغانستان إلى الدوحة. كل الدول تتحدث عن ضرورة أن يوجد تمثيل دبلوماسي لها داخل أفغانستان إن وجدت ضمانات لسلامة طبعا الوفد الدبلوماسي لكل دولة. من المنتظر أن تصل إلى الدوحة غدا وزيرة الخارجية الإيطالية للمباحثات في نفس الغرض، وأيضا أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي سيحل بالدوحة في إطار سلسلة من زيارات وزراء الخارجية إلى قطر لمواصلة التفاوض من أجل تجنب أزمة إنسانية في أفغانستان، وكذلك الوصول إلى حل سياسي وانتقال سلمي إلى السلطة قبيل أن يتم القرار أو أخذ قرار من جميع الدول بالاعتراف بحركة طالبان كسلطة سياسية في أفغانستان أم لا؟ شكرا لك سونيا الوافي، كنت معنا من الدوحة.